ورسول خاصه مولانا بالخلق حق ولمانه، ورسول هو اللي جانا بالدين الاسلام نفعنا، ورسول كبر مزانا ومن نور وينه وشبعنا، هو اللي خاصه ربهم بين الخلق بحبه، هو اللي ابو رب، هو اللي بينفعنا، هو اللي منه شرب القلوب حتى وجمعنا، ونحن الله لاطف بينا والسهو نبينا، ونحن الله لاطف بينا والسهو نبينا، هو اللي يشفع فينا، هو القلب مارعنا، وحنا الله لاطف بينا والسهو بينا والساهمين علينا، هو اللي بيهتسنا، هو اللي يشفع فينا، هو القلب مارعنا. نيابة عن شيخي و
شيخي في التربية الروحانية محب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الحافظ اللحوي. أتوجه بالشكر الجزيل إلى مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأستاذ محمد الشغالي، وهذا باتفاق جميع الموريتانيين، ليس ككل الذي نقوله دائما وأبدا. أردت أن أشارك بقصيدة لكنني تفاجأت حين رأيت الإعلان البارحة في تلفزة الشنقيط، فأخذت قصيدة أخرى تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاعر المعروف أبو مدين والشيخ أحمد والديماني. يقول فيها: حل بالقلب حب طه فتاها، حل بالقلب حب طه فتاها، إنما الفخر كله حب طه، إن من لاقى حبه لم تصده حسني بحبها وحداها حب طه، ينشي النفوس إذا مع قريب داع المنون دعاها. حب طه هو المجيب إذا جاءها بعد دفنها سائلها، حب طه حب إله فمن كان محبا له أحب الإله، كيف أسلو عن ذكر الله وطه منشأ الكائنات قطوحا، كيف أسلو عن ذكر الله وطه منشأ الكائنات قطب رحاها وهو بدء ليلها، وإذا وضح الصبح فهو الشمس ضحاها، وهو أصل لأصولها، وهو أصل لأصولها، فالوان كون نوره إله وراها قد دعاها إلى هداه بآية تهدى الله هدى هداها أتاه بها الأمين، فلما أنتلاها عن ذكرها ماتا، فلون آياته ولدون من تلاها ومن تلا من تلاها، إن قولا به الأمين أتانا عن أمين عن ربه لن يباها، إن أرضا من تحوي طاها لأرض سئم القلب ماءها ونداها. سوف أرمي القلى بخوص عناد بخوص عتاق، قد براها للسير جذب براها، وعباد كل في وبيد لا يجيب الدليل غير صداها، وهي تشكو مجرى الوضين وضربا أثرا في أدينها ووجاها، بيد أني في الأمر جد مجد لست أرضى ألا يدوم سراها، لأرى تربة به قد تحلت أورا، عين من رأى من رآها منية النفس في هنالك قدما، أسأل الله أن يتم مناها، وصلاة لا تنتهي وسلام كصلاتي عليه لا يتناهى. إخوتي العزة، اللي وحدي ابن حلة، اللي وحدي ابن حلة، ومن جبيها تخلى ولا لها يتسخها منه، وخيار اللي قط تكلم واللي لسم الله تولى، واستعلم ما قط تعلم ألا محمد صلى الله عليه وسلم. شكري خاص لمداح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشكر شكارتك وتمنع من حالة حالتك، وكثر من ساعتك في تطلع ببداعة، دولة للناس خلاقتك ما عيا تخلد لك الساعة. تمادي بالبرد والحر صادق
الشيء العالي الأكبر الكريم البريء الديان وفاري بعد من البالك ورطة أخرى بلا كل دوار Thank you.
بما زوان شرير وما قابل أهلية يا مسلم نسوار كريم اليوم أجرني من النار وأجرني أنا أبدا خاصة لي بملا أبني الصحة والمدى فوق 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 أنا صاحة مدري وأنا لا أسعد يا أريسي وأجرني يا العزيز الجبار كيف اللي ما كان أرباش 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 أرباش